عودة لحضراتكم من جديد. معايا في استوديو 2 من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي للحديث طبعا عن مباراة الغد، مباراة الاهلي واياكس في مهرجان اعتزال الكابتن حسام غالي. معايا في الاستوديو برحب طبعا في البداية كابتن ماهر همام. كابتن ماهر برحب بحضرتك. اهلا فاروق، اهلا بيك. كابتن واحد من صخر الدفاع النادي الاهلي كابتن مصر طبعا، منور كابتن. الله يكرمك يا حبيبي. ايضا واحد من كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي. كابتن فوزي ازيك؟ محمد جميل، وسامة كلها. وكابتن ماهر وحشنا فوزي، بقالي فتره ما بشوفوش. والله وحشنا. كويس النهارده اتقابلنا على خير، وكل سنه وانتم طيبين. منورين يا كابتن. منورين يا كابتن. اسره النادي الاهلي جميعا بخير ان شاء الله. كلهم طيبين. خلينا واحنا في يوم كده ان شاء الله بنستعد فيه لمباراه رائعه للنادي الاهلي وامتداد للمباريات الدوليه امام فرق كبيره اوروبيه، يعني تكريم لحسام غالي. خلينا ناخد نبذه كده من حضراتكم كده لحسام. كابتن ما مرنش انت حسام كابتن في الفريق الاول تقريبا؟ لا، انا يمكن ما كانش ليا الحظ ان انا امر حسام غالي، لكن كان ليا الحظ طبعا ان انا امرنك انت حبيبي ومرن طبعا متعب وشريف اكرامي والزياتي ومعاذ الحناوي، مجموعه من اولادنا اللي كانوا موجودين تحت 19 سنه في المرحله اللي اشتغلت فيها. لكن حسام غالي محمد يعني نجم فوق الوصف زي ما بقوله. يعني حسام من ابناء النادي الاهلي المخلصين طبعا. اكتشاف افتكر الكابتن ميمي شربيني، الكابتن ميمي شربيني كان وقتها رئيس قطاع الناشئين النادي الاهلي، والكابتن ميمي شربيني علم من اعلام الكره المصريه والنادي الاهلي. الكابتن ميمي شربيني بيبقى ليه فكر وعينيه حلوه جدا، وبيقدر يكتشف الموهوبين من خلال البراعم. فكابتن ميمي شربيني كان وقتها كان رئيس قطاع الناشئين للنادي الاهلي، وانا افتكر ان حسام كان من ضمن الولاد اللي جم من خلال الاختبارات واخد بالك، وكابتن ميمي شربيني اعجب بيه واختاره، وبدا حسام بقى ينضم للمراحل السنيه للنادي الاهلي والبراعم والناشئين، وبعد كده طبعا الفريق الاول ومنتخب مصر. يعني حسام من اللعيبه المميزه رقم واحد. الشخصيه، شخصية حسام هي اللي فرضته على الساحة، فرضته على أدائه، على الكباتن، على كل المدربين اللي اشتغل معاهم. حتى كمان يمكن الشخصية دي كمان محمد فرضت حسام في الاحتراف الخارجي. يعني يمكن محطات كثيرة جدا لحسام في الدوري الإنجليزي، ثم بعد كده الدوري العربي مع النصر السعودي، ودي كلها محطات اذا كانت بتدل فبتدل على ان حسام كان لعيب موهوب ولعيب محترف ولعيب قادر انه يفرض اسلوبه في ادائه وشخصيته وموهبته. حسام فضل انه يرجع للنادي الاهلي مره ثانيه، يمكن في وجود كابتن حسام البدري وقياده الاداره كابتن محمود الخطيب، ودول نجوم النادي الاهلي. حسام في الفتره السابقة تقدر تقول ان كان في ربط كبير جدا بينه وبين اللاعبين. اللعيبة بتحبه من خلال شخصيته، من خلال ادائه، بيعطف على اللاعب الناشئ وبيحتضنه بشكل جيد. يمكن حتى هو بيعتزل بيقول ان انا يعني حسيب الراية لكريم نيدفيد من ضمن الناس اللي هو بيتنبأ بيها ان هي تشغل المكان ده بشكل جيد. حسام هيوحشنا بصراحة، لكن طبعا دي قيمة النجوم وقيمة الكباتن اللي هم بيخدموا النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بينساهمش يا محمد. مجلس ادارة الكابتن محمود الخطيب بيفكر في 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 منصب لحسام غالي، ان هو ما يبعدش عن كرة القدم المعشوقة له، وان يبقى موجود من خلال الجانب الاداري اللي هو فضله يمكن حسام غالي. واللي انا بعرفه من خلال الفترة الجاية ان حسام هيكون في مكانة اللي كان فيها الكابتن هادي خشبة اللي هو المنسق، وده دور هيقوم بيه. انت عارف المعلومه دي كابتن؟ يعني احساسي كده، يعني من ضمن الحاجات اللي هتنسب لي حسام غالي المنسق بين الفريق الاول وبين هو تقريبا الإدارة. لسه برضه كابتن ما خدش قرار هل جزء فني ام اداري، لكن في كلتا الحالتين شخصيته تؤهله. بالظبط بالظبط. وزي ما انت قلت كده محمد، انت هترجع لحسام. يعني يمكن انا بتنبأ بحاجه زي كده اداريا. ممكن يكون حسام في اتجاهه اتجاه تاني اللي هو الاتجاه الفني.
طبعا لو كده هيبقى في معايشه خارج مصر. وفي الاخر كابتن مجلس اداره هو اللي بياخد القرار بالزبط. وهو اللي شايف الكوادر اللي بتبقى موجوده من خلال رؤيته الاداريه للمستقبل. فطبعا ودي ميزه مجلس اداره محمد فوزي ان هو فعلا ما بيستغناش عن ولايته المخلصين اللي بيخدموا زي حسام غالي. صحيح. واحنا نتمنى خد بالك يا محمد لان الشخصيات اللي زي حسام غالي زي عماد متعب احنا محتاجينها بشكل كبير جدا خد بالك في المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. يعني ولادنا اللي هم اتربوا على مبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي اللي احنا شفناهم زي عماد متعب وحسام انا شايف النجوم دول صعب جدا ان احنا نبعدهم عننا وصعب جدا ان هم يبعدوا عن النادي. اتمنى طبعا حسام يبقى واحد من الكوادر الموجوده. اتمنى كمان يبقى الجزء العلمي حسام يركز عليه ما بعد كره القدم اللي ده مهم جدا. كانت فاضي لو حابب يعني تتكلم عن حسام البعض. حسام يعني انا من اللعيبه الجيده جدا اللي انا مرنتهم برضو كنت موجودين تحت 18 سنه. حسام غالي من اللعيبه اللي تعتمد عليها. يعني لو عندك مركز مش لاقي حد فيه ممكن تحط حسام غالي. ممكن تلعبه سيرد باك، ممكن تلعبه ليبرو، ممكن تلعبه نص الملعب، ممكن تلعبه فيرويد. وحصل فعلا استعنا بيه كتير جدا وكنا في القطاع الناشئين وكان معانا كابتن شطه وانا كابتن ماهر اشتغلت معاه طبعا قبل كده. حسام غالي من اللعيبه اللي ممكن لما يكون قدامك منافس قوي عنده لعيبه قويه. يعني انا افتكر كان ماتش اهلي وزمالك تحت 18 سنه كان احمد حسام ميدو موجود، جمال حمزه موجود في الزمالك. نوعيه احمد حسام ميدو كان جسمه مميز، كان طويل بيجيد الضربات الراس. فكنت اتفقنا على ان حسام غالي اللي بيعرف الجامب عنده الجامب بتاعه هادي طبعا ما شاء الله يعني غالي وهايل كمان لغايه دلوقتي ما شاء الله غالي. وبيعرف لما بيلتزم بالتعليمات اللي جايه له بيبقى 10 على 10. لعيب فعلا لعيب قوي جدا جدا جدا. فاحنا كنا بنكلفه بمراقبه مثلا احمد حسام ميدو. يعني بوريك نبذه صغيره روح ازاي كمان ما تجيبوا لنا الكوبري بتاع جوارديولا ضد حسام غالي لو انتوا عندكم اللقطه دي برضو حسام يعني متع جمهور الاهلي مع افضل مدرب في العالم دلوقتي. الصراحه بص هو حسام غالي في ميزه كويسه جدا انه لما بيلتزم بيبقى لعيب جامد، لعيب عالي جدا حقيقة. هو بس عنده حته صغننه يعني كنا بنحاول نخلصه منها ان هو بيحب يدي كوبري. ايوه الحته الزياده دي الحته الفنيه اللي يلعب وش ما الحته الزياده دي بص ما تبقاش سهله في بطن لازم يلعب بالك بتفرق كتير لفه كده شويه تخلص منها هنا كابتن ولا هتخلص منها في الجزء الاوروبي او الاحتراف نفسه؟ لا الاحتراف طبعا غيره. حسام لما كبر كمان خلاص بقى في لا بقى في التزام جامد جدا. تفكيره طبعا اتغير مع الاحتراف. طبعا التفكير بتاع اللعيب اتغير جدا، الالتزام بتاعه غير لما كان في الناشئين. اساسا ان هو ممكن يعني كنت بنعمل معاه حاجه عارف يا كابتن ماهر كان حسام غالي مثلا لو حب يتفزلك زياده حسام نديله خلاص يا كابتن واخد بالك. بعد كده حسام الثانيه واحد بيسخن الثالثه تلاقيه مفيش خلاص. الكره السهله والكره والجامب ويشوط على الجون ويروح يهاجم ويرجع يدافع. فعلا عنده روح عاليه جدا جدا كان حسام غالي وكان عماد متعب وكان وائل شيتوس وكان شريف اكرامي المجموعه الجميله دي كلها. وراحوا برده مع الكابتن شوقي غريب وراحوا مع الكابتن حسن شحاته كلهم مع بعض صحيح في راحوا ولعبوا منتخبات الشباب وكانوا مميزين جدا لعيبه مميزه. ولما يعني انا افتكر مره كان عماد متعب جالي وحسام غالي واحنا كنت عارف يبقوا كانوا قاعدين في الاستراحه مثلا تحت فبيقابلوني بيقولوا يا كابتن احنا النادي الاهلي بيشتري لعيبه من بره احنا مش هنصعد. فقلت له لا انتوا لعيبه مميزه والله يا كابتن ماهر انتوا لعيبه مميزه جدا وان شاء الله لما الفرصه تجيلك امسك فيها ما تسيبهاش. والله ده اللي حصل. وانت عارف طبعا حسام صعد بدري شويه واستعانوا بيه لان امكانياته مؤهلاه. وفعلا لما حصل تفتكر يا كابتن ماهر ان صعدوا الفريق الاول لما كان جه مستر مانو جوزيه فتره وبعدين مشي كان كابتن فتحي مبروك اعتقد هو اللي كان مسك الفرقه صعد مجموعه اللعيبه دي صعدت معاه وخد تقريبا خدوا بيها كاس مصر او حاجه كده. ولما رجع مستر مانو جوزيه تاني كان دول موجودين. انا هقول لك كابتن هو حسام صعد اثناء تولي مانو جوزيه في السنه دي وهو موجود بس ما كانش بيلعب يعني ما كانش لا لعب ده لعب نهائي افريقيا معانا سان داونز افتكر انت محمد ممكن لان انا حسام كان لسه طالع وانا كنت بلعب في السنه دي ماتش 6-1 وماتش الاسماعيلي يعني ما هو هو ده حسام ادى الباص لرضا شحاته في اول اول كوره للهدف بتاع يا ريت تجيبه لنا نفتكر برضه الماتش الاسماعيلي 4-4 وبعد كده بطوله افريقيا اللي اخذناها والسوبر
يعني تعرف بص يا كابتن روح انت ما شاء الله احنا طول عمرنا قطاع الناشئين بيطلع لعيبه كويسه قوي بيطلع لعيبه عنده لعيبه كويسه قوي لان كل لما تيجي تبص الكابتن ماهر كان كنا موجودين وانت كنت موجود في الناشئين العين اللي بتشوف تعرف تلقط الولاد لان انا مش لازم اخد كل اللعيبه موهبه صحيح مش لازم كله مواهب لان لو قعدت ادور على المواهب بتصنع بقى كابتن بتبتدي تدور على ولد سرد باك ولد باك شمال ولد عنده البوادر عنده البوادر تصنعه بقى. وبعدين للاسف انت عارف الاختبارات لما تيجي يا كابتن ماهر يمكن لازم تدي براح شويه للولاد الصغيرين بالظبط ان هو يطلع اللي عنده فهو الاعداد الكتيره جدا اللي بتبقى موجوده فالمدربين بيعمل ايه ده دي الكره الاولى في او الهدف الاول كان في مباراه 6-1 حسام غالي كان دي صعود حسام غالي يعني في نهايه الموسم اللي قبله ابتدى يصعد حسام غالي للفريق الاول وثالث مره كان ده الاشتراك الماتشات دي اللي بتصنع اللعيبه على فكره الماتشات القويه انا بقى كنت بحب حسام غالي ليه بص دايما يا كابتن وسط الملعب او اللعيب اللي هو البلاي ميكر في وقت لو ادى التكه يعني زودها سنه في وقت معين انا بقيت اوف سايد برافو عليك او عملت فنت عملت فنت تعبني لان انا الفنت ده مجهود لياقه بتروح منك من الانتاج حسام غالي كان بيعملها ايه يعني السهل في حته معينه هو ممكن يبقى عنده الصعب زي ما انت بتتكلم في اوقات معينه لما ايه بتلاقي الكوره كده هو عايز يمتع نفسه او احنا كسبانين كتير لكن هو كان عنده الميزه دي بشكل مميز جدا في الحته ان هو بيلعبها في التوقيت المناسب في الوقت المناسب يعني مش برضه اللي جابه ده يعني لا هو زي ما فوزي بيقول محمد انت من خلال المراحل السنيه او من الناشئين بيبان ودي برضك ميزه العين اللي بتبص الخبيره اللي بتقدر تكتشف هات الكوره دي بص عشان هو مش كابتن معلش انا هقول لحضرتك حاجه لعيبه كتير قوي تخاف تشترك مع حارس المرمى والله والله بجد كانت تلاقي لعيبه بتتخض لان بص دي كانت مش يعني اقول لك عليها انت ما تخافش يعني لا الجامب بتاعه هو مش خايف وطالع ومش همه بس هو راح جايب بعدها الكره اللي هو لعبها محمد ولادنا ولاد النادي الاهلي طول عمرهم عندهم حته الحميه وحته القلب الجامد دي واخد بالك فانت بتتكلم على حسام اتمرن على ايدين مدربين علموه الجرأه وعلموه الشجاعه وعلموه عدم الخوف شوف انت بتتكلم على جامب بص ده نط كمان في مستوى حارس المرمى ويمكن اكتر فانا عايز اقول لك ان دي لعبة النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي بالذات مشهورين بيها يقول لك عندهم قلب ما بيخافوش أيوه. عندهم جرأه صح فالنهارده انت بتتكلم على حسام اكتمل نضج من مراحل السنه انت بتتكلم على ان هو بيحط الباص يعني بلي ميكر انت بيعجبك زي ما انت بتتكلم ان انا كل شويه هفتح سبرنت كل شويه هخلق لنفسي مساحه كل شويه هروح لو ما خدتهاش دلوقتي ما خدتهاش خلاص هيبقى عين سبرنتات انا بطلعها بمجهود وبعد كده اجي في الوقت المناسب مش هلاقي المجهود ده اتحرك من خلاله فدي برضك رؤيه للاعب موهوب ان هو ازاي يحط الباص عارف يا كابتن رضا شفناه في مباراه الزمالك 6-1 الباص بالتوقيت المناسب اللي بيوديه لسكه الجول فدي برضك من ضمن الحاجات المشهوره يعني الربع ساعه والثلث ساعه اللي لعبها في الاخر حسيت ان النادي الاهلي ليه شكل طبعا بقى يمسك كوره وبيباص كوره وعمل كذا كوره حلوين جوه ال 18 مهمه جدا لا ده احساسه بالمسؤوليه كابتن ده اللعيب ده اللعيب اللي هو زي ما قال مسؤوليته عن اللعيبه ومسؤوليته عن الفريق مهمه جدا لما كابتن الفرقه لا يعني حته الاثاره عن النفس كابتن ان هو يعني ممكن يبقى قدامه الجون يبصيها لحد عشان يكسب افتكر ماتش ريال مدريد كان ممكن يحط الكره اللي هو هدفه لكن احنا كان عايزين نجيب جول في ريال مدريد عشان نحته نركب المباراه تاريخ شاف سانداو طبعا ساندي في اليوم ساندي ده ساندي لعبانه بالعرض سهل شفناهوش بعد كده طيب خلينا نروح لتقرير عن حسام ونرجع اكمل كلامي عنه لانه صراحه مميزات كتير عن حسام يعني عشتها معاه من هو كان لسه طالع كنت بعتبره اخويا الصغير في الوقت ده او كله كان بيعتبر حسام لانه كان امور كده وعينيه خضراء وزي كده كابتن رازي كنا عايزينه وشايفين فيه موهبه جيده فبالتالي كنا بنحاول نساعده بشكل كبير خلينا نروح نشوف تقرير عن حسام ونرجع نكمل كلامنا عنه. كمان ما زلنا مستمرين في كلامنا عن حسام لان احنا بنتكلم في مهرجان تكريم وبكره في نفس الوقت واحنا بنكرم حسام غالي بنستعد لمباراه مهمه امام كامبالا سيتي في دوري المجموعات بطوله افريقيا دور 16 حسام حتى نفسه وهو بيتكلم في تصريحه كابتن النهارده بيقول لك انا هلعب بمنتهى الجديه مباراه كانها ديربي زي ما كنت بلعب امام اياكس امام فينورد لما كنت موجود في فينورد فبالتالي يعني بكره المباراه مهمه كمان لحسام غالي انها تطلع بالشكل اللي دايما النادي الاهلي بيطلع فيه امام الفرق الكبيره اللي هي الاوروبيه اللي احنا بنلعبها دايما احنا متفوقين يا كابتن الحمد لله لما بنيجي نلعب المباريات الوديه دي بالظبط يا محمد زي ما تقول ان احنا
فعلا الجهاز الفني واللاعبين والاداره وجمهور النادي الاهلي كل الناس مركزه في مباراه اعتزال حسام غالي في الامارات ضد نادي اياكس الهولندي من ضمن طبعا الانديه الكبيره. والنادي الاهلي طول عمره سباق من خلال المهرجانات الكبيره اللي احنا شفناها، يمكن اتلتيكو مدريد كان في بدايه الموسم اللي وعد بيها مجلس اداره النادي الاهلي، ويمكن ده الوعد الثاني بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكرم غالي بمباراه دوليه فرقه ليها باع كبير جدا في اوروبا اياكس الهولندي يمكن بمعظم نجومه. احنا بالنسبه لنا التجربه محمد كلنا عارفين مباراه الدوليه اللي بالشكل ده الفرقه الكبيره الروح المعنويه والدوافع بتاعت لعيبه النادي الاهلي بترتفع لاعلى الدرجات، كل الناس بتبقى محفزه نفسها ان هي عايزه تلعب المباريات ديت، كل الانظار بتبقى موجوده من خلال الميديا من خلال الجمهور من خلال الجرايد من خلال القنوات الفضائيه، كله بيبقى فيه سبوت قوي جدا على هذه المباراه. حسام غالي يعني انا بتخيل ممكن يلعب 90 دقيقه محمد، يعني يمكن حسام غالي المطروح له في المباراه ديت نص ساعه او ربع ساعه، لكن جواه هو عايز يلعب 90 دقيقه ويعني هو وارد يا كابتن وصح برافو عليك، يعني لسه اقول لك ده وارد ان حسام يلعب 90 دقيقه لان هو قادر بصراحه، يعني زي ما فوزي قال ان حسام في اخر مباراه الربع ساعه او تلت ساعه اللي لعبها متعنا بشكل كبير جدا، تحس بالذكاء بالرؤيه بالربط بالنجوميه، تحس انه 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 لاعب قاعد بره فوزي شغال بشخصيتين لاعب ومدرب في نفس الوقت، يعني من ضمن التركيز هنرجع بالزمن كده ايام الكابتن محمود الخطيب لو تفتكر قبل ما بيعتزل برضه كان بيلعب كده يا محمد اخر نص ساعه كان بينزل بيغير شكل واداء المباراه من الناحيه المهاريه ومن الناحيه الفنيه ومن الناحيه التكتيكيه، حتى الجمهور بيحس بانتعاش بوجود نجم زي الكابتن محمود الخطيب في اخر ايامه في نص ساعه الاخيره، الناس بتتمتع كوره. النهارده حسام بيقوم بهذا الدور، نجوميه حسام وخبرته وادائه وحبه للعيبه وشكله وشياكته في خلال ادائه في المباريات، انا شايف ان المباراه دي حسام ممكن يلعب للدقيقه 90. النقطه الثانيه الفنيه المهمه جدا ان جهاز الفني كابتن حسام البدري وجهاز المعاون عندهم اصرار ويمكن من خلال محاضراتهم مع اللعيبه ومن خلال تحفيزهم للعيبه لهذه المباراه بيكلموا مع اللعيبه ان احنا هننسى كل المباريات السابقه او الظروف اللي مرت بينا في المباريات اللي احنا غير موفقين فيها. المباراه ما دام احنا يعني هي طبعا هتتاخد بمحمل الجد حتى، لكن برضو حته البهجه والتكريم والاحتفاليه نفسها تخلي شويه حته انت تخرج بره الكام يوم اللي فاتوا العصبيه والتنشانه اكيد طبعا وانك انت بتنقل بقى المكان لمكان دوله الامارات الشقيقه اللي احنا من خلال برنامجك بنحييها طول عمرها سباقه، ويمكن الشعب المحب للشعب المصري حتى الشعب المصري بيحب الاخوه الاماراتيين بشكل صحيح. كبير. فزي ما انت قلت محمد ان خروجنا للامارات هيهدي الجهاز الفني وهيهدي اللاعبين ان هم فعلا يعملوا لنا اخراج لمباراه فيها تحدي وفيها مسؤوليه وفيها شكل وفيها اداء وبتلعب قدام مدرسه من المدارس القويه الكره الاوروبيه، انك انت كمان عايز تقول للناس ان انا موجود ان انا بطل القرن ان انا الاهلي بطل افريقيا من الفرق المميزه في افريقيا. فانا شايف ان برافو عليك ان هنخرج من اللود بتاع العصبيه عشان اللعيبه كمان تتحرر بشكل كبير وتقدر تقدم لنا مباراه طليق باسم النادي الاهلي وباسم مصر. بس عشان بس توضيح كابتن احنا هي حته عصبيه هنخرج منها وهي فرصه، ولكن احنا عندنا ليميت يعني بس عشان الناس ما تقولش ان احنا ممكن نفك مثلا في موضوع الفكه دي مش موجوده اصلا عند النادي الاهلي او اللعيبه، لان هم حاسين بالمسؤوليه خصوصا الفتره اللي فاتت نتيجتين المباراتين اللي احنا لعبناهم سواء الترجي او حتى الخروج من كاس مصر في مباراه ممكن تكون مفاجاه بالنسبه للدوري لكاس مصر، شفنا الاسيوط امام سموحه ولكن هي دي كره القدم وده كاس مصر يا كابتن. خليني اكلمك على مباراه الغد يا كابتن، وجود حسام غالي هل يعني زي ما بيتكلم كابتن ماهر ممكن يلعب ربع ساعه ممكن يلعب 90 دقيقه، لكن انا بقول لك حسام غالي مش هيطلع من الملعب، بيقول لك بقى اخر مباراه ليه مش نسيب الملعب اخر مشهد بالظبط. هو يعني حسام غالي قطعا هو نفسي انا من رايي رايي الشخصي يعني مش طبعا في اداره وفي جهاز فني وفي النادي الاهلي في مجلس اداره، فهو خد قراره انه خلاص هيعتزل، بس انا كان نفسي حسام غالي زي ما الكابتن ماهر كان بيتكلم دلوقتي
ان في قياده في في اللي احنا بنقول عليه العناصر الرئيسيه بتاعه الفرقه، في الناس الكبيره اللي بتبقى موجوده عشان الشباب اللي طالع وبيخشوا بيشوفوا النجوم بتوع النادي الاهلي بيتعلموا منهم، بياخد منه الدروس اللي هي في الملعب، الخبره اللي بيديها له هو في الملعب. نتمنى يعني شوف العلاقه اللي كانت بين حسام وعماد متعب، يعني دي جميله دي على فكره. خلي بالك كابتن محمد، احنا اتعودنا كده في النادي الاهلي العلاقه اللي بين اللعيبه حتى الكبيره والصغيره بتبقى علاقه اخويه جدا جدا، حتى الجماهير فيها حاجات ما بتحسهاش، لكن جوه الغرف وجوه المعسكرات والحاجات دي اللعيبه كلها بتبقى يعني اكتر من اخوات، بيعيشوا مع بعض اكتر ما بيعيشوا في بيوتهم مع اخواتهم حتى، لكن العلاقه اللي في النادي الاهلي هي دي المستمره. فانا بقول ان حسام غالي كان من ضمن العناصر الرئيسيه، وممكن النادي الاهلي حتى بعد الماتش انا عايز افكرك باللقطه دي بس كابتن فوزي، كابتن ماهر، دي دروس للشباب الصغير بالظبط. صحيح يعني دي درس. بص كل يعني كل اللعيبه في حته والاثنين الكبار في حته ثانيه دول يعني بص ده على مدار تاريخ النادي الاهلي، انت هتروح تستلم، لا انت اللي هتروح تستلم. بص 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 الحوارات الجميله يعني بينه وبين متعب على فكره هو مش اول مشهد ممكن يحصل في تاريخ النادي الاهلي. بص كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده يعني كانت موجوده في الوقت ده، يعني مصطفى يونس لما كانوا بيجي، مصطفى يونس طبعا يستلموا الكاس بالحاجات دي، بيبقى في كابتن الفرقه بتاع، بس الظروف اللي هي اتولدوا فيها دي برضه لقطه ثانيه في نفس الوقت. بس هو ادب يا كابتن واخلاق عاليه جدا اتربوا فيها من قطاع، وحضراتكم طبعا يعني انتوا اللي علمتونا الجزئيه دي من واحنا صغيرين موجوده يعني دي حاجه، عشان كده الناس بتستغرب انتوا ليه انتوا عاملين كده. لا احنا عندنا كانوا مدربين اتربوا على خلق واتربوا داخل جدران النادي الاهلي، فبالتالي لما بيجوا يعلموا الناشئين بيعلموهم على نفس الجزئيه، فبيجي حسام غالي يكبر او اي حد بقى يعلم برضه الشباب الصغيرة. فهي دي النقطه اللي بيشترك فيها اولاد النادي الاهلي، حته الاخلاقيات. ممكن تلاقي شويه كده حد فلت شمال يمين، ولكن المجمل او الطبيعي دائما داخل النادي الاهلي هي الاخلاق اللي احنا شايفينها امام بعض. قليل قوي لما تلاقي حد فلت يعني حاجه شاذه ولا حاجه، في قليل قوي يعني بص يعني كل تفكيره في موضوع تسليم الكاس. ايوه حسام غالي انه يجيب عماد متعب طبعا، واخد بالك، وعماد متعب كل تفكيره يجيب حسام غالي الكابتن. يعني كل واحد بينسى نفسه. ما دي يا كابتن ماهر العشره يحاول يزق والمحبه يزق الاخر يعني. فطبعا باشا زي محمد قال بيتكرر بشكل كبير جدا، درس كل المراحل للعيبه الصغيره. كابتن ماهر اللعيب الصغير اللي موجود في النادي الاهلي في الناشئين في كل الالعاب كل الالعاب بيبص على الحاجات دي بيتعلم منها، ما هي دي بيبقى رساله. زي ما بيقول محمد صلاح دلوقتي بيبقى نموذج لكل الاولاد الصغيرين اللي عايزين يطلعوا عايزين يبقوا زي محمد صلاح. ده نموذج، ده حاجه بتشرف بناخد بيها وبتبقى مثل لجميع اللعيبه الناشئين الموجودين. فحسام غالي يا كابتن رؤى من اللعيبه الجميله اللي موجوده، اللي هو كابيتانه فعلا ان هو قيادي للفرقه. ممكن ما يلعبش، ممكن استعين بيه ربع ساعه ثلث ساعه، بس تواجده بيفرق مع اللعيبه اللي هي لسه اللي موجوده اللي بتاخد الخبرات اللي بتندمج في النادي الاهلي. كل الكلام ده بيبقى لسه يعني ممكن محتاجينه، ممكن يبقى زي ما قلنا هيدخل في الجهاز، هل هيدخل في هيبقى منسق، هل بس انا اتمنى ان حسام غالي والله بجد يعني ماتش بكره ان شاء الله يبقى ناجح، والجماهير المتواجده المصريه اللي هتبقى موجوده في الامارات وجماهير الامارات اللي نفسها بتحب النادي الاهلي وتحب فرقته يبقوا موجودين ويملوا الاستاد ان شاء الله. كنا نفسنا ان يعني يبقى موجود هنا في مصر ونروح كلنا ونبقى متواجدين معاه، بس ربنا وفقه باذن الله في الماتش بتاع بكره باذن الله. هو الملعب ده الصراحه دائما بيبقى مليان اهلي بيلعب الصراحه في اي حته، المصريين بيشرفوا اي حد جمهور. نتمنى يبقى هنا بقى نتمنى يبقى هنا يا كابتن ماهر، نعمل مباراه هنا. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا نتمنى هنا الاستادات. احنا عايزين نعمل لك ماتش اعتزال تاني يا كابتن. يلا يا ريت يا ريت. يعني انا بتكلم ان حسام واحد من اللاعبين المحظوظين في التوقيت ده، ومحظوظ ان على راس الجهاز او راس الجزء الاداري كابتن محمود الخطيب، واحد من اللاعبين اللي بيعرفوا قيمه اللعيب او قيمه اللاعب اللي بنقول عليه دايما هو ابن النادي وعطائه، وتفكير في ان هو يكرمه بشكل كبير في جزئيه تكريم الاعتزال. لان احنا كان على الفتره اللي فاتت كان عندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا، لكن طبعا الحظ ما كانش موجود ان يبقى حد يديهم الدفع ان هم يعملوا ماتش تكريمي. فوجود كابتن محمود الخطيب اكيد ليه تاثير كبير جدا او دفع كبير جدا ان حسام غالي يتم تكريمه كابتن بالشكل ده. وده كان واضح كمان يا فاروق لو نرجع لورا شويه، من يمكن من شهر ونص كابتن الخطيب كان كرم رموز النادي الاهلي اللي هم يعني ربنا يديهم الصحه اللي موجودين، منهم الكابتن دي كانت جميله عادل هيكل، منهم الكابتن مروان، الكابتن طاطوخي، كابتن طه اسماعيل، كابتن كمان ميمي عبد الحميد ربنا يديله الصحه، الكابتن هاني مصطفى
ودي برضك رموز من رموز النادي الاهلي اللي خدمت بشكل كبير يعني الكباتن بتوعنا وقياداتنا وتعلمنا منهم بشكل كبير. الكابتن محمود خطيب كان سباق قدر ان هو يعمل تكريم للناس يعني ربنا يديله الصحه وهم عايشين اهو يعني مخرجنا يعني بالحقيقه برافو عليك بصراحه يعني انت جبت لنا يعني المؤتمر اللي عمله الكابتن محمود الخطيب اللي كرم فيه رموز النادي الاهلي وطبعا على راسهم الكابتن طه اسماعيل يعني وليست رموز كرويه بس طبعا يمكن كمان الالعاب الاخرى السباحه والطايره والسله جميلة. وده كان تكريم يمكن سباق بصراحه محمد يعني التجربه اللي بنحيي فيها كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره ان هم بقى في تكريم والناس موجوده على قيد الحياه ربنا يديله الصحه لان احنا طول عمرنا كنا عارفين التكريم كان بيبقى والناس يعني الله يرحمها والناس ميته بنبدا نكرم بقى اهاليهم ونكرم اولادهم عايشين اهم حاجه بالظبط كده بكرم وعايز اقول حاجه فوزي كمان كابتن محمود الخطيب قال كابتن فاروق ان كل شهرين ثلاثه هيكرم يعني خد بالك يعني هيبقى طبعا كابتن هو بس كان بيحددوا ليه تحديد كده بالسن بالظبط بالبدايه طبعا بالظبط هيقل المعدل الاعمار عشان تلحق عمار عشان نلحق بقى احنا كمان نخش في التكريم ده طبعا حاجه جميله والمنظر رائع يعني طبعا واحد من حاجه اساطير اساطير الاهلي هو كان على فكره تكريم اساطير الاهلي اساطير الاهلي ودي دي منظومه وده بدايه الناس يمكن هتقلدنا فيها فوزي مؤسسات كثيره جدا هتقلد النادي الاهلي في الاحتفاليه الجميله طبعا فاروق الدوزري طبعا يعني نجم من نجوم النادي الاهلي في خلال افتكر الخمسينات فربنا يديهم الصحه يعني موجودين معانا حاجه احنا احتفلنا بيهم وتشرفنا تعرف كابتن ماهر دي حاجه كبيره جدا ترفع معنويات طبعاً جدا بجد والله الحاجات طبعاً دي وهو زي ما انت قلت على قيد الحياه كده وربنا يديله العمر والصحه هم كمان ولادهم واثرهم واحفادهم يعرفوا احفادهم كمان احفادهم مش فاهم ان جده راجل رمز من رموز النادي الاهلي اللي خدمت بشكل كبير فعايز اقول لك ان حسام غالي يعني اخر الموهوبين المحترمين محمد طبعا ان شاء الله هيبقى في اجيال واجيال موهوبه كابتن مروان كنفاني اهو حارس مرمى النادي الاهلي في الستينات من اعظم حراس المرمى اللي جم في تاريخ النادي الاهلي فعايز اقول لك ان حسام غالي ده اقل حاجه النادي الاهلي بيقدمها له تكريم على اعلى مستوى من خلال الخدمات اللي قام بيها حسام بالنسبه للنادي الاهلي او منتخب الاولمبي او منتخب مصر لانه حسام كمان كان لعيب دولي مثل مصر بشكل كبير جدا كنا نتمنى انه ينهي حياته مع منتخبنا في كاس العالم لكن طبعا يمكن كانت الظروف غير مساعده غير 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 موفقه بالنسبه له لكن نتمنى طبعا ان الرايه اللي حسام هيوليها للناس اللي موجوده بقى اللعيبه اللي هتشيل الرايه من بعد حسام ان يتحمل المسؤوليه زي ما انت قلت مسؤوليه مش سهله مسؤوليه كبيره جدا اذا كان داخل الملعب او خارج الملعب ده دور كابتن النادي الاهلي عنده واجبات كثيره اداريه وفنيه بيقوم بيها مش موضوع بس صحيح. اشاره ان انا بحطها على دراعي اليمين او الشمال وانزل الطابور ورا الناس بسلم على الحكم بسلم على كابتن الفرقه لا دي عمليه فوزي عمليه كبيره جدا واحنا اولادنا الحمد لله متربيين عليها يعني بشكل كبير وحسام كمان مش لازم في الفرقه الكبيره ده ممكن استفيد فيه قطاع الناشئين بالظبط برضه رمز للولاد اللي هم الصغيرين لسه طالعين انت اصلا كمان كابتن مثل يعني مثلا اقول كابتن صلاح حفيظ واحد من الناس اللي ابتدوا في الجزء الاداري بالاكاديميات ما هي يعني بشكل كبير حته ان انت هو زين الدين زيدان كابتن بقى مدير فني لفريق الريال ازاي؟ كان بالظبط يعني اشتغل شويه في قطاع الناشئين وكده يعني حته الممارسه والخبرات مختلفه تماما عن وجودك في الملعب والله بص يا كابتن استخدام حسام بقى في كاريزما معينه بشكل معين اكيد دي بتبقى وجهه نظر الاداره مش هنقدر نستغنى عنه بص يعني انا كان وائل جمعه لما كان مسك اول ما بطل برضه مسك في الفرقه الكبيره كان رايي انا راي الشخص طبعا انه كان يمسك قطاع يعني في القطاع تحت الناشئين حته الولاد الخبرات والممارسه في البدايه ايوه لسه ليه لانه كان بيلعب مثلا مع اللعيبه فمره واحده بقى هو المدير الكرة عليهم طبعا فبرضه لسه احنا كنا مع بعض قاعدين في الاوضه بنهرج وبنضحك وبتاع وفي التزام صحيح وكل حاجه مره واحده بقى هتيجي التعليمات وحاجات حسب النجم عايز ايه يا فوزي لا انا قصدي اداريا ولا فنيا لا يعني هو انا وائل افتكر كان محتاج الجانب الاداري لا انا ممكن استفيد بيها كابتن ماهر فوق وتحت يعني على حسب هو لا هو انا هرجع لحته ان حسام محظوظ مش عشان التكريم بس عشان ان كابتن محمود الخطيب مش عشان التكريم بس عشان وجود كمان كابتن محمود الخطيب وتوجيه كمان بالظبط ان انا
بشوف من خلال خبراتي الكبيره كلاعب كوره اقدر اوجه عشان تنفع في الحته دي او زمايلي تقدر تشتغل في الحته دي تقدر تخش حته الاعلام تخش يعني وتفر ايه الموجود اللي حسام ممكن يقدر يعمله وجود كابتن محمود ان هو يوجهه ومجلس الاداره ده مهم يعني اعتقد ان حسام محظوظ بشكل كبير. بص اللي بيشتغل في النادي الاهلي بيشتغل في اي حته فعلا النادي الاهلي بيساعده انه ينجح المنظومه كلها بتساعد ان المدرب او اداري او مدير فني او مدير كوره هينجح في النادي الاهلي طبعا لانه ده بيته وهو متربي فيه واخد عليه. فانا كان فكره ان هو لو مسك قطاع يعني مش مسك قطاع يعني بقى الولاد اللي تحت نموذج ليهم. بص فوزي انا عايز في النجوميه عايز اقول حاجه فوزي لسه يعني زمان كان في التدريب يقول لك لازم تبدا من قاعده وتبدا تدرج مراحل العمريه مدرسه كوره بعدين الامور دلوقتي يا محمد اختلفت دلوقتي في اوروبا بيطلعوا على في اوروبا بعد ما بطل بجيبك كبير على طول بجيبك واوليك المهمه زي زيدان كده نتيجه ايه؟ نتيجه الخبرات اللي انت اشتغلت بيها مع المدربين الاجانب يا فوزي والخبرات اللي انت اكتسبتها كلاعب وبعدين وصلت كابتن الفرقه وكابتن منتخب مصر بعد كده انا بحتاجك في الفريق الاول. بس بص يا كابتن الاول مش كده انا اشتغلت مع مدربين واخد الخبره انك وانت لعيب غير وانت مدرب يعني انت فاكر احنا لما بطلنا واشتغلنا في التدريب بدات خدت مشوار طويل قوي فبقى الخبره عندك في عالم الاحتراف يا فوزي اختلفت معلش بس برضه يا كابتن ماهر انت مش محتاج المشوار ده كله درسنا يعني شفنا اللعيبه انت بتتعامل مع مثلا 25 30 لعيب ما خد بالك موجود عنده واحد بفكره بدل ما انت كنت لعيب مسؤول عن نفسك بس خد بالك موجود عنده حسام هو شبع من مبادئ النادي الاهلي لا بيتعلم من مبادئ النادي الاهلي انا عايز اقول لك بعد كده بيبقى في وقت يقدر يدرس فيه زي زيدان أيوة. كل ما بيبقى في عنده وقت يروح 15 يوم يقدر صحيح يحاضر خلي بالك كابتن حته العلم ده انا مهم جدا ما بطلت كوره كابتن دخلت الجزئيه العلميه والحته الاداريه لقيت ان الوضع مختلف احنا كنا عايشين في المصطفين الاغلب بس لكن الوضع حواليك يعني حاجه هيوتش كده حاجه ما شاء الله يا كابتن فاروق انت كمدرب يعني حسام البدري مثلا بيفكر في ال 30 لعيب اللي عنده المصابين عنده اللي ما بيلعبش عنده بتلاقيه بيفكر في كل حاجه ما بيسيبش حاجه غير لما يكون لعيب لما كان مثلا فاروق بيلعب وهو بيلعب او انت كابتن ماهر شايل همه انت شايل همك نفسك انك انت بكره تبقى كويس ان الفرقه بس انت بتبقى فالمدرب شغله المدرب حتى مهمة, مهمه صعبه يعني بنقول مهمه صعبه ليه؟ لان المدرب بيشيل فعلا بيشيل كل الشغل بتاع الفرقه وبيبقى التوفيق طبعا بتاع ربنا بس هو بيشيل الحمل فهو دلوقتي في معايشه كمان يا كابتن فاروق ده دلوقتي المعايشه بقت جميله بره أكيد. بيروح أكيد. يعيش مع فرقه مع أكيد. مدرب بيعيش بيشوف الخبرات اللي بتفرق. موجوده دي يا كابتن ماهر مهمه جدا بتفرق. يعني دلوقتي بنطلع احنا لسه يعني احنا بنروح لو كنا ايامنا كان في ماتشات برشلونه وريال مدريد كنا هنبقى مبسوطين جدا دلوقتي الاجيال دي بتتفرج على كره عالميه بتتفرج على اوروبا بتتفرج على كاس ايطاليا بتتفرج على كاس فرنسا الدنيا مفتوحه قدامنا الدنيا مفتوحه وبيتعلموا وبيشوفوا الاولاد يعني انت بتتفرج على اولادنا الصغيرين قاعدين بيعملوا فرق حافظين كمان فريق مصر على البلاي ستيشن والحاجات دي بيعملوا فرق ايطاليا فرق البرازيل يعني بص الثقافه بتاعه الكرويه فدلوقتي المدرب بقى اكتر في المعلومات في الحاجات دي فممكن يتعايش ويدخل مع الفرق الاجنبيه صحيح. فعلا هتبقى جميله جدا يعني طيب ربنا يوفق حسام ربنا يعني يوفقه لسه مستمرين طبعا في كلامنا عن حسام وكلامنا عن مباراه الغد امام اياكس امستردام والاستفاده القصوى ان شاء الله لفريق النادي الاهلي من مباراه الغد خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل الكلام يعني معاكم من جديد ومستكملين طبعا كلامنا عن الكابتن حسام غالي اللي ان شاء الله بكره هيكون اخر يوم ليه في كره القدم طبعا هو ممكن يمارسها بقى معانا اصحابه وحبايبه لكن طبعا
مع كرة القدم بشكل احترافي هينهي مسيرته حسام غالي بعد وقت طويل. ما زال حسام غالي بالنسبة لي هو أخوي الصغير أو حسام غالي الصغير اللي طلع من قطاع ناشئين، واحد من اللعيبة المميزة اللي بتمنى لهم طبعا كل التوفيق. نبذة بس سريعة عن حسام غالي وبطولاته. حسام غالي حصل على 4 بطولات دوري مع النادي الأهلي و3 بطولات كأس السوبر 2010 و2014 و2015، كأس مصر 2003، ودوري أبطال أفريقيا مرتين مع النادي الأهلي، وكأس الكونفدرالية 2014، وكأس السوبر أفريقي 2002. كابتن، يمكن عدد بطولات حتى الكابتن حسام غالي يعتبر هو عدد بطولات مميز، لكن مش بالكم او حجم كبير. حسام غالي حته الاحتراف او جزء الاحتراف وسفره اثر بشكل كبير على حصوله مع النادي الاهلي على بطولات ايضا يا كابتن. يعني هو لو كان موجود الفتره دي كلها كان مع النادي الاهلي كان ضعف بشكل كبير. بالظبط بالظبط. هو يعني طبعا اي حد محمد بيمثل النادي الاهلي البطولات دي رقم واحد بالنسبه له. صحيح. يعني في وهو طالع من الصغر كده عارف ان هو بطل وان حقق بطولات للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيشارك في جميع البطولات اذا كانت عربيه او افريقيه او محليه، فهو بيبقى الدوافع من الصغر بيتربى عليها ابن النادي الاهلي ان هو رقم واحد، ما يعرفش رقم اثنين. رقم اثنين ملوش مكان عندنا حتى في التقديرات بالنسبه للجانب الاداري، التقدير بالنسبه للمجلس الاداره، التقدير بالنسبه للوائح النادي الاهلي. فحسام متعود على ان هو بطل من صغر، لكن زي ما انت قلت ان فعلا احنا فوجئنا بالكم، يعني العدد بالبطولات مش كتير. 14 بطوله كابتن ورقمه 14 بتاريخه. خلي بالك دي مصادفه، رقم 14 اللي بيلبسه رقم الفينيل، يعني دي مصادفه 14 بطوله. فانا شايف ان طبعا كلها مشرفه. اشتغل مع جيل ابو تريكه، لحق جيل ده طبعا عشان واستفاد منهم بشكل، بس ما لعبش كتير معاه لان هو كان في الوقت ده بسافر يا كابتن. بالظبط. يعني يمكن وقت السفر واحترافه الخارجي، لان ابو تريكه وجيل ابو تريكه ابتدى من 2004. كان حسام غالي انتقل لفينورد وابتدى يشتغل في الجزء الاوروبي ورجع وسافر، وبعد كده رجع تاني للدوري الاوروبي عن طريق ليرز كان موجود في الاهلي، ورجع خلاص اخيرا بقى بعد يعني هو تعطل برضك يا محمد. كان ممكن يضعف الرقم دوت زي ما انت قلت لو هو تواجد مع النادي الاهلي. هو يمكن بدا سنه 2000 بالنسبه لبدايته مع النادي الاهلي او الفريق الاول، وبعد كده بدا يمكن الاحتراف الخارجي اللي هو كان حابب. هو كان عنده برضك الاهداف زي ما بقول لك الشخصيه، يعني هو ما ينفعش امكانيات لعيب زي حسام وشخصيته انه يعني عنده الاحتراف الخارجي والطموح اللي كان بيتبني من خلال مشواره المشوار الممارسه في اللعب. فانا شايف ان حسام يمكن احترافه يمكن في الفرق الاوروبيه اذا كان توتنهام الانجليزي او كان الدوري الهولندي او الدوري البلجيكي، فانا شايف ان يمكن عطلت حسام بشكل كبير جدا. وكنت اتمنى بقى ان هو هي عطلته بالنسبه للبطولات، لكن افادته افاده كبيره جدا بالنسبه لزياده النضج الكروي بالنسبه له والخبرات وطبعا يمكن الاحتراف الخارجي بيزودك يا فوزي بشكل كبير جدا من ناحيه الشخصيه، من ناحيه الاكتمال اذا كان من العامل البدني او العامل المهاري او العامل التكتيكي. وده واضح طبعا حتى يمكن في اداء حسام لما رجع من الدوري الاوروبي والمحطات اللي هو اشتغل فيها. اي نعم ما كانش موجود بصفه، هو فاده بشكل كبير بصفه اساسيه جزء، لكن في الحته الاحترافيه ما دام هنتكلم عليها كابتن. بعد كده عايزين بقى نتكلم على المباراه بكره، حته التربيه داخل النادي الاهلي وقطاع ناشئين، وحته التدريب والالتزام التكتيكي والفني بحاجات معينه ساعدته كتير جدا، بتساعد اي لعيب نشا داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الجزء الاحترافي كابتن. طبعا ده من اسس المبادئ النادي الاهلي. التربيه في النادي الاهلي لما تيجي انت اشرتها طبعا يا كابتن رؤى، ان انت شفت النادي الاهلي حتى اللعيب اللي بيجي من الاقاليم او بيجي من الصعيد او الحتت دي من انديه بتبقى صغيره بيدخل النادي الاهلي بيعيش في عالم تاني خالص، بيبتدي الوضع الاحترافي يتعمل له يعني بيعيش عيشه ثانيه، بيعيش في وسط النادي الاهلي في المبادئ بتاع النادي الاهلي، بيبتدي بقى ينضج في الكوره، بيبتدي يعيش حياه اللعيبه المحترفه اللي هو بيبتدي يشوفها غير ما كان بيشوفها قبل كده، بيبتدي بقى النادي الاهلي بينمي. فعشان كده بتلاقي كابتن رؤد كابتن ماهر لعيب النادي الاهلي برضو لما بيجي يطلع بره يحترف بتساعده قوي جدا. طب. حكايه
التربيه والنشاه اللي هو الموجود اللي انت بتقول عليها يا كابتن رؤى الموضوع ده، انه فعلا التربيه بتاعته والنشاه بتاعته جوه النادي الاهلي بتختلف جدا لما يجي يحترف. عشان كده لما بنتكلم على حسام غالي وراح احترف بره نجح جدا على فكره وكان ماشي كويس جدا، الا موضوع بقى التيشيرت ده لما حصل موضوع التيشيرت بتاعه والحاجات دي كان مع مارتن يولو يمكن يمكن هو كانش قاصد حسام طبعا يعني، بس يعني اتخذت عليه. ويعني اللعيب النادي الاهلي فعلا لما بيروح يلعب في اي حته زي ما شفنا اللعيبه بتاعتنا اللي بتلعب في الدول العربيه دلوقتي ناجحين والحمد لله وماشيين والناس فخورين بيهم جدا ومرحبين جدا. فده لعيب النادي الاهلي اتربى على اسس واتربى على مبادئ اتربى على اساس حاجه كمان مهمه قوي يا كابتن رؤى، البطوله اللي هي مش في اي حته، البطوله ان هو بيلعب على المركز الاول ما بيلعبش على المركز الثاني. فده الناشئ النادي الاهلي بيتعود عليه من صغره، بنعودهم على كده ان هو من ساعه ما بيدخل في النادي الاهلي من اول مدرسه الكوره لغايه لما يوصل للفريق الاول بيلعب على المركز الاول. يعني ايه بطوله؟ يعني ايه بيحافظ على الفانيلا بتاعته؟ يعني ايه جماهير النادي الاهلي؟ يعني ايه اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي؟ يعني ايه الاجهزه الفنيه؟ كله بيلعب على ان بيحرز بطوله، بطوله بجد يعني بطوله بيلعبوا فيها باسلوب الكره الحديثه بالتدريبات الحديثه دلوقتي. وما شاء الله النادي الاهلي كنا احنا زمان واحنا بنتمرن كنا عندناش غير ملعب الجزيره وكان في الملعب الثاني الصغير الخلفي بنتمرن عليه وكان في رمله وساعات بنتمرن وكنا نتمرن عليه. دلوقتي ما شاء الله الملاعب النادي الاهلي جميله، موجود دلوقتي في مدينه نصر، موجود في الشيخ زايد، وان شاء الله يبقى فيه في التجمع كمان. فالملاعب دي بتخلق برضو بتخلق يعني طبعا لعيبه كويسه جدا، توسيع قاعده اللاعبين واختيارات الاكاديميات اللي بتتعمل، المدارس الكره اللي بتتعمل، بيبقى عندي اماكن. كان زمان بيقول لك ما عندناش اماكن، هو التدريب يا دوبك وفرقه مستنيه فرقه. انتوا بتتمرنون انت في ملعب التراب ده؟ مش كده كنا بنجريك ورا الجول كمان، خد بالك لو تفتكر مدرسه الكره كانت بتتمرن ورا الجول، ورا الجول كان في مساحتين صح، ورا الجول مساحه هنا ومساحه هنا، كانت مدرسه الكره بتتمرن. يعني ميزه بقى يا كابتن ماهر لما كان بيبقى في ماتش رسمي كل الفرقه الكبيره مثلا عندها تدريب قبلينا او تدريب بعدين كل قطاع في المدرج، فكل يقعدوا يتفرجوا علينا او كانوا يتفرجوا عليكم. كان دي الميزه يعني اللي مفتقدها دلوقتي، اللعيبه حتى الصغيره. انا كنت واقف فاكر لما كنت بخلص تمرين وانت بتخلص تمرين بتقف ورا السور الحديد صحيح، بتشرب الحاجه الساقعه وبتشرب عصير او ميه وبتاع وبتتفرج على اللعيبه الكبيره على الفريق الاول، فبتحلم انك انت تبقى هبقى في وسط الناس دي صحيح. يعني هل هخش ولا همشي؟ فدي الميزه اللي كنا بناخدها الصراحه من صحيح. محمد المؤسسه نفسها انت لما بتبدا تخشها هي اللي بتحطها في الضبط والربط، مؤسسه النادي الاهلي صحيح. لما بتبدا تخش اولا كلنا كنا بنيجي قبل التمرين بساعه ونص، يعني بص النظام وبص الضبط والربط في المواعيد وتفضل قاعد انت قلقان وتفضل قاعد يا كابتن ماهر وقاعد ومركز على اللي بعديك مظبوط. وبعدين بتدخل الملعب اولا طبعا طاعه المدرب، المدرب بالنسبه لك حاجه طبعا. هاله كل المدربين يشتغل معاه. بص كابتن ميزه مهمه جدا حته الحقوق، عمرك ما شفت لاعب اشتكى النادي الاهلي في حاجه خلاص. عمرك حتى لو لعيب اجنبي يعني بالظبط، فالحته دي مهمه جدا. خلينا اقول لكم بس واحنا كنا بنتكلم على حسام، عشان عايز اتكلم بقى على الماتش كابتن ماهر، ان السبع سنين دول اللي هو من 2003 ل 2010 كم بطولات اخذها النادي الاهلي، وكان حسام غالي كان موجود مش كان ضعف بس، لا ده كان بقى تريبل مش ضعف يعني. فبالتالي كان جيل رائع حسام غالي رجع 2010، كانت الامور في كره القدم في مصر ابتدت تختلف في حته، ما زال النادي الاهلي بياخد بطولات لكن التوقف النشاط والامور اللي حصلت في الوقت ده، لكن يعني كان حظه وحش في الجزئيه دي. ايام لما حصل الاحداث والحاجات دي الوحيد اللي كان ماشي كويس النادي الاهلي وحقق بطولات كل افريقيا 2012 كابتن يعني النادي الاهلي حصان على البطولات كلها، يعني حتى في عز الاحداث والدنيا كانت عامله النادي الاهلي صحيح. عشان فعلا مخرجنا بجدنا بقى حسام غالي طبعا البطولات والكؤوس طبعا، لا يستحق حسام غالي يعني اشاده، يعني هو واحد من اللعيبه المميزه، حصل مع النادي الاهلي على بطولات عديده ولكن ليس بكم البطولات، ولكن بالشخصيه والكاريزما وعطائه داخل الملعب وخارج الملعب بالنسبه لفريق كبير زي النادي الاهلي وعطائه لمصر. يعني حسام غالي واحد من اللعيبه برضو اللي شاركوا في بطولات افريقيا اللي حضرنا عليها منتخب اولمبي كمان، ثلاث منتخب الشباب، ثالث عالم يعني ثالث عالم برضه ما ننساش الجزئيه دي، لاعب دولي ومنتخبات، الدرع الجديد شكل الدرع الجديد الدرع الجديد بيشارك فيه حسام البطولات اللي الموجوده هنا بيشارك فيها بشكل كبير يعني درع. ان شاء الله ياخدوا الدرع بقى يتعمل لهم ان شاء الله ان شاء الله في احتفاليه كده هتبقى موجوده. خلينا نكلمكم بقى على مباراه الغد اللي هنكرم فيها نجمنا الكبير حسام غالي. استفاده المباراه كابتن، يعني اهم حاجه بقى واحنا بنتكلم احنا بنلعب فريق كبير
وفريق مميز معروف اوروبيا ومعروف عن اياكس ان هو الفرق الاوروبيه عامه ما بتهربش حتى لو ماتش ودي يا كابتن. فبالتالي مباراه بكره مهمه بالنسبه لك، مهمه بالنسبه له، مهمه بالنسبه لك انت رايح على مباراه زي كامبالا الاوغندي ولسه انت متعادل مع ترجي على ارضك، فبالتالي عنق زجاجه احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه، نشتغل على هذه المباراه من خلال مباراه اياكس. خلينا يا كابتن قبل بس ما نتجاوب على السؤال ده هروح بس للتقرير والوجوه الجديده في النادي الاهلي واللي ممكن يكون موجوده في الفتره القادمه، لكن نرجع بعد كده نتكلم على مباراه الغد.